أسطورتنا لليل الحارس البرازيلي نيلسون ديدا المولود في أحد أحياء البرازيل الفقيرة، وبدأ لعبه لكرة القدم في شوارع البرازيل حاله كحال معظم الرياضيين هناك. بدأ مسيرته الكروية بشكل رسمي مع نادي كروزيرو وحصد معه العديد من الألقاب سواء في البرازيل أو في بطولات أمريكا الجنوبية، وكانت بوابة له للدخول في المنتخب البرازيلي، لكنه بقي احتياطيا للحارس العملاق تافاريل. بعد قرر الانتقال إلى أوروبا كان نادي ميلان قد حظي بالتوقيع معه ليدخل النجومية من أوسع أبوابها بدفاعه عن مرمى واحد من أعرق فرق أوروبا. يتوج بالعديد من الألقاب الراسخة في ذهن المشاهد الإيطالي خاصة والأوروبي بشكل عام، وكان شاهد على نهائي عام 2005 التاريخي الذي خسره الميلان بعد أن كان متقدما بثلاثية نظيفة، لكنه عاد وتوج باللقب الأوروبي عام 2007 على حساب الفريق الإنجليزي ذاته ليفربول بالفوز بهدفين لهدف.